أنا ما قادر أنا أحكي لك. أنا عندي حكي كتير. كله تحت السيطرة، أحكي أحكي واعتبر كأنك ما حكيت. كله من وراء أبي الله يرحمه. ما عاد فينا غير نقول الله يرحمه. لو كان عاطيني هالمصاري هدول قبل ما يموت، والله ما كان صار اللي صار. مصاري؟ 30 سنة وهو معيشنا بالقلة، 30 سنة بالقطارة. لك أقل 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 حقوقي ما كان يعطيني إياها. الجواز ما ساعدني لا الجواز، السفر ما خلاني سافر. بدي ضل جنبه، بدي ضل جنبه على طول، ضل جنبه. لك والله كانت تمرق علي أيام أحيانا اشتهي نقمة الخبز وما لاقيها، بس انه ضل جنبه، ضل جنبه، ضل جنبه لحد ما مرض وبرك. قلي تعال يا ابني. هي قبل ما يموت كم يوم، كم يوم مو كتير. قال لي يا ابني سامحني على اللي عملته فيك. انا تركت لك ثروه كبيره كتير كتير دافنا بالارض الفلانيه،